اوكي، في اليوم ان شاء الله راح نبدا في التوث ايربش. التوث ايربش هو معناه هو التوث ابيرنس او ايمرجنس في الاورال كافيتيز اللي ماوث، يعني تمام، يعني بالعربي بزوغ الاسنان في فم الانسان. تمام، هذا الايربشن في له جنرال باترن او سكيدجول او سيكونس معين تتبعه الأسنان. بمعنى the first tooth، وأن هذا الكلام هو the most common sequence للتوث eruption، هو ال permanent first molars، بعدين ال mandibular central incisors، mandibular lateral incisors، maxillary centrals، maxillary laterals، mandibular canines، mandibular first premolar، maxillary first premolar، mandibular second premolar، maxillary second premolar، و maxillary canine. إذا انتبهت وأنا بحكي في هذا السيكونس، there is no definite time for each. ما حكيت إنه على عمر 6 سنين وثلاث أشهر لازم يطلع السن اللي هو الأبر مثلا central incisor، وما حكيت إنه على 8 سنين و4 أشهر و5 أيام راح يطلع الماكسيلاري lateral incisor permanent lateral incisor. فأنا حكيت على السيكونس، والسيكونس هو أهم، تمام، والتايم مختلف. ودائما هلا راح نشوف إنه حتى لما نقول على الإيربشن ايجز إحنا بنعطي رينجز، ما بقول زي ما قلت لكم 6 سنين و5 أشهر و3 أيام، نو إحنا بنعطي رينج. تمام، الشغلة الثانية اللي بدنا نحكي عليها هو إنه في عندي، إذا انتبهتوا علي وأنا عمالي بحكي في السيكونس، قلت mandibular central incisor، mandibular lateral، maxillary central، maxillary lateral، وكملت هذا الكلام على الكناينز والبريمولرز. إذا in general، وهذه some general points related to tooth eruption، lower teeth erupt before their maxillary counterparts، يعني mandibular central قبل maxillary centrals، mandibular laterals قبل maxillary laterals، mandibular canines قبل maxillary canines، and so on. تمام، الشغلة الثانية اللي بدنا نحكي عليها، إنه إحنا بنعرف إنه ال human being، الطفل مثلاً بيكون في عنده البرايمري تيث. هذه البرايمري تيث ايش بتصير؟ بتصير لوس، بتصير موبايل، تمام. بعدين شو بصير لها؟ شيدنج، مش الاطفال بتوقع اسنانهم اللبنيه. هلا وي هاف تو نو انه صح بتوقع الاسنان اللبنيه، لكن البيرمننت تيث تحتاج ل 3 تو 6 مانثس تو ايربت بعد ما يصير شيدنج. شيدنج يعني سقوط، فول اوف للبرايمري تيث. فبتوقع البرايمري تيث 3 ل 6 اشهر، هوب بصير ايربشن ل ال permanent teeth. هلا حتى لما تطلع ال permanent teeth، هي بتطلع، احنا بنشوف بعيننا لما اطلع هلا على المراي، بطلع بلاقي اسنان، انا بشوف جزء من الاسنان وهو فعليا ال crown of the teeth، لانه في عندي root وهذا الروت موجود inside the bone، والروت بيحتاج 2 or more years after eruption to finish formation. يعني بيطلع عندي سن بشوفه انترا اورالي، تمام، اموره تمام، طلع سن بيرمننت هذا الطفل، ولكن ان فاكت جوا البول لسه بده سنتين لثلاثه عشان يكمل فورميشن. تمام، فهذا عندي التايم تيبل اللي برايمري ديتشن ايربشن ديتس. اذا بتلاحظوا اول شيء طلعوا في عندي رينج 6 ل 12، 6 ل 10، 7 ل 10، 9 ل 12، 12 ل 18. ليه؟ لأنه إحنا اتفقنا إنه ما في عندي definite أو exact time للteeth to erupt. تمام؟ وإذا اتفقت هون for example المانجولار لازم 7 ل 10 أشهر، بينما المانجولاري لازم 9 ل 12. يعني اتفقنا إنه المانجولار teeth erupt before their maxillary counterpart، هاي زي ما أنتم شايفين. تمام؟ طبعا بالنسبة للpermanent teeth نفس الشيء. اوكي، فالمانديبولا فيرست مولر شوفوا 6 تو 7 ييرز، سنتر 6 تو 7، كمان مره مش ما كتبنا دكتور الصوت 6 عندك سنين بأقدام. 3 اشهر و5 دقائق، ما حكينا هذا الكلام، وانما حكينا نفس الشيء لما نطلع على البري مولرز او قلنا الباي كاسبد، قلنا باي انها تو كاسبد لانه انها تو كاسبد. فالمانديبولا فيرست مولر 10 ل 11، طلعوا هون ماكسيلري فيرست بريمولر 10 ل 11، عادة بيكون الفرق بين الاثنين اشهر، والمانديبيولر بيعمل ايربشن قبل الماكسيلري.
تمام. هذه اللي هي الاربشن ديتس للبيرمننت ولا للبرايمري، يو هاف تو ميمورايز ذيم باي هارت، بدكم تحفظوهم، تحفظوا دكتور ترتيب بدي الاربشن، أسأل، هذا جدا مهم، وهذا يبقى معاكم حتى طول ما انتم بتمارسوا مهنة طب الاسنان، ستبقى معاكم هذه المعلومات. طبعا بس ملاحظة قبل ما قبل السؤال، انه في بعض الكتب ممكن تلاقوا او مراجع حتلاقوا الايربشن ديتس مختلفة شوي، يعني الماديكال فيرست مولر في بعض المراجع بتلاقوا 5 سنين ونص ل6 سنين ونص، which is fine، هذه ranges. yes any question؟ احنا حكينا بالبرايمري دنتيتيشن ما بيكون في عنا بري مولر، يعني بس بيكون في عنا مولر. yes yes تمام. in the primary dentition عندنا central incisor, lateral incisor and molars. في البيرمننت دنتيشنز عندنا سنترال انسايزر، لاترال انسايزر طبعا، وكناين سوري، وكناين وفيرست بري مولر وسكند بري مولر وفيرست مولر سكند مولر اند ثيرد مولر، هذا في البيرمننت. هلا التيشو ستراكشر للتيث، هلا بدي اطلع على هذه الصوره، واول شيء بدي ارسمه هو لما قلت لكم اني انا لما اطلع في الاقي الاسنان، فانا الجزء اللي بشوفه من اسناني هو فقط هذا الجزء اللي كان التاج اللي احنا بنسميه بالعربي، تمام. وفي عندي جزء ثاني embedded في البون، هو الروت او الروتس بحسب السن. فاذا بتلاحظوا في عندي عده طبقات الانامل، ولاحظوا انه الانامل الموجود فقط في الكراون، وعندي كمان الدنتين، الدنتين موجود، هذه هاي طبقه الدنتين، هاي هاي كلها هاي موجوده في بوث الكراون اند روت. وفي عندي كمان البلب، والبلب موجود in the crown and root، وعندي سمنت. هلا رح نمشي عليهم one by one. طبعا السمنت موجود فقط في الروت، تمام. بداية رح نبدأ في الإنامل، والإنامل زي ما اتفقنا هو hard structure وموجود فقط في the crown of the tooth، فقط في the crown، تمام. هو hard cavity composed of 96% inorganic material، inorganic material، تمام. الدنتين اتفقنا انها موجوده وين؟ في الكراون والروت. اذا موجوده في الكراون والروت، تمام، هو ديب للانامل ولكن سوبرفيشال لمين؟ للبلب. وهو بيعمل البلك التوث، يعني معظم فوليوم السن موجود في الدنتين، تمام. الان اورجانيك ماتيريال فيه اقل من الانامل 70%، تمام، ولونه بيكون يلو لبراون، اوكي. البلب is a soft tissue، البلب soft tissue وليس hard tissue زي الإنام والدنتين، تمام. بنلاقي البلب اللي انتم شايفينه هون لونه زهري، بنلاقيه في السنتر اوف ذا teeth. لاحظوا قلنا في جزء منه موجود في الكراون بنسميه pulp chamber، وفي عندي جزء في الروتس بنسميها root canals، تمام. هلا جدا مهم لأنه البلب فعليا يعني بدخلوا vessels والنيرفز، تمام. وبالتالي أهمية البلب اللي موجودة عندنا، أول شيء دام عندي بلد فيسلز إذا النيوترينتس راح تيجي من خلال البلد فيسلز للتغذية، إذا أول شيء نورشمنت. الديفنس ما دام عندي بلد فلو، إذا أنا في عندي ديفنس سيلز، إذا أنا في عندي خلايا مناعية عشان الديفنس. قلت لكم فيه مش بس بلد فيسلز، قلت لكم فيهم نيرفز. إذا تيجي النيرفز، النيرفز شو بتساعدني؟ بتساعدني في السنسيشن، عشان هيك لما مرات اكل اشي مثلا صلب بقول اخ توجعت، كيف انتقل هذا الاحساس؟ انتقل من خلال النيرفز، تمام؟ اوكي. السمنتا اتفقنا انه السمنتا طبعا موجود فقط حوالين النيرفز، تمام؟ وهذا السمنتا هو اقل من هارت تيشوز بالان اورجانيك ماتيريال ب 55% ان اورجانيك ماتيريال، 55% سيمنتم، 70 دنتين، وانامل كان 96% ان اورجانيك ماتيريال. اذا انا كان عندي الكراون زي ما انتم شايفين انامل الاوتر لاير، في الروت الاوتر لاير كانت سيمنتم، والجكشن بتوين ذا سيمنتم ذا روت والانامل ذا كراون اسمها سيمنتو انامل جنكشن، سيمنتو من سيمنتم انامل، انامل وجنكشن اللي هي point where both meet.
كلمة مورفولوجي، وإحنا هون إحنا بحاجة نعرف المصطلح، وليس دكتورة ما مش راح فهمت نروح في سيمنتوم. علم. Which one؟ سيمنتوم السيمنتوم it's a hard tissue covering، يعني هذا تيشو، مش إحنا بنحكي على التيشوز. أي موجود حوالين الروس، ما بشوفه بعيني لأنه هو embedded inside the bone، فهو بيكون هو الأوتر لاير around the roots. هذا هو السيمنتوم، زي ما أنتم شايفين كيف الخطوط معلقة عليه، وهو بيكون مكون من 55% inorganic material، وهو طبعا يلتقي مع الإنامل في الكراون عند السمنتو إنامل جنكشن، يعني هون ينتهي السمنتو وهون يبدأ الإنامل، عشان هيك يلتقوا هون. التوث مورفولوجي هذا الترم أو هذا المصطلح بحد ذاته، تمام، فقط احنا معنيين نعرفه، اللي هو the study of tooth form and shape، يعني الشكل. راح تلاحظوا انه اسناننا هي مش عباره عن بلوكس، مش مكعبات بس، لا. راح تطلع مثلا هذا lower molar، طلع في عندنا elevations، طلع انتفاخات، وهذه اسمها cusps، وهذه اللي انتم شايفينها depressions، هاي بنسميهم grooves او fissures، وهذه upper molar. انتبهوا حتى التنتين هذول two molars، واحده lower وواحده upper، التنتين فيهم هذه elevations، تمام، بس التنتين بشكل مختلف، هذه lower molar وهذه upper molar، تمام. فهذا اسمه مورفولوجي، تمام. وفي هذا المورفولوجي، تمام، رح تاخذون ان شاء الله في دنتال اناتومي 1 ودنتال اناتومي 2، في عندكم هذول المساقين، ورح تعرفوا بالضبط شو الفرق بين كل تلت والثاني، ورح تعرف كيف تميزوا هذه الكاسكس وكيف تميزوا الجروفز، هذه كلها رح تاخذوها في الدنتال اناتومي 1 و2. هلا التيث تايبس بجوز انتبهتوا لما قبل شوي زميلتكم سالتني، دكتوره يعني احنا ما عندنا فري مولرز في البرايمري، قلت لها يس، احنا عندنا اذا انتبهتوا شو قلت لها، قلت لها في عندي سنترال لاترال انسايزرز وكاناينز وبري مولرز ومولرز، صح؟ تمام. اذا الفور تايبس اللي موجوده عندنا، وديروا بالكم أنا بحكي هون على types وليس على عدد، يعني على نوع. فأنا عندي four types: incisors قواطع، تمام؟ اوكي؟ القواطع أو الكترز أو الانسايزرز طلعوا هاي single rooted root واحد. اوكي؟ وإله cutting edge، ليش؟ لأنه هو كتر قاطع، اوكي؟ فهذا أول type. هذا عندي هذه الصورة. أنا عندي إذا انتبهتوا في عندي central الانسايزر واللاترال انسايزر، رح اجي هنا لكم هذا السنترال اللي هو مبين اللي جنبه اللاترال، كيف بدي اميز ويتش يعني بدي اقول ابر سنترال، اي ابر سنترال، هذا ولا هذا؟ فدائما بنرسم اللي هو الميد لاين، خط المنتصف هذا، تمام؟ هو فعليا في المنتصف، يعني نعرف بعدين الديتيلز تبعته، لكن خلينا نعرف في المنتصف اللي هو الفك العلوي، حلو؟ فاللي بصير هون اني انا بدي اعرف ويتش از ويتش، دائما بدي اعطي السايد لكل توث بحسب البيشنت سايد. شو يعني؟ يعني this is the upper left central incisor and this is the upper left lateral incisor. اوكي؟ ليش حكيت left؟ لان فعليا فعليا لو انا بدي ادير وشي هلا واخلي هيك انا اسناني كاني بطلع على اسناني، فعليا هذا my left side. يعني لو بدي اوصف بحكي في البيشنت سايد وليست في ماي سايد، انا هذا ماي رايت سايد، ولكن ان فاكت تمام البيشنت سايد، فلما بدي اوصف بقول ذيس از ابر ليفت سنترال انسايزر، وما في داعي اقول ذا بيشنتس ليفت، لانه احنا وورد وايد نعتمد هذه الاليه، يعني بقول ذيس از ذا ابر ليفت سنترال انسايزر، ابر ليفت لاترال انسايزر، ابر رايت سنترال انسايزر، تمام. The second type هو الكاسبيدز أو الكينينز، وهو كاسبيد لأنه في سنجل كاسب، تمام؟ سنجل كاسب، تمام. ف هذه طبعا الكاسبس الكاسبيد سوري كون على الكورنرز اوف ذا تيث على الزوايا، عندي ابر رايت ابر ليفت لور ليفت لور رايت، لكن احنا هون من عند كتايبس، تمام. والبريمولرز كلمه بري يعني فور مولرز اللي هي الطواحين، بري مولرز يعني قبل الطواحين، هم الفورث اند فيفث تيث بوستيريور للسنتر لاين، تمام. ممكن نلاقي كلمه بري مولرز موجوده از باي كاسبيد، باي يعني تو، كاسبيد يعني كاسبس،
إذن إلها تو كسب، سطلع عليها هاي كسب وكسب، تمام؟ كسب وكسب، تمام؟ رابع تايب وهو المولرز اللي هي الجريندينج تيث، وهي ذي موست بوستيريور تيث الطواحين. إذا كتايبس عندي أربعة، انسايزرز وكناينز أو كسبدز وبريمولرز أو باي كسبدز ومولرز، تمام. هلا تذكروا لما أخذنا في introduction to anatomy حكينا على الفيشل سكيلتون، وحكينا إنه في عندي أنا المجزلة، واتفقنا إنه المجزلة كانت نوت موبايل، ما بتتحرك، فيكست يعني، تمام. وبدنا نتعلم هذا هو ارتش، وبسميه ابر ارتش او ماكسيلاري ارتش، وكل الاسنان اللي اتاتش للماكسيلاري ارتش بسميها ماكسيلاري تيث، لانها فعليا هي اتاتشنج الماكسيلا. هلا في الاور ارتش اللي هو الماندبل، بتتذكروا لما حكينا الماندبل قلنا هي انبيرد موبايل فيشيال بون، نس ات از ذا ماندبل، تمام. وكل الاسنان اللي اتاتش للمانديبل بسميهم مانديبولار تيث او لور تيث. هلا نورمالي نورمالي الماكسيلا بتكون سلايتلي شويه اكبر واوفرلابينج المانديبل، هذا في النورمال سيتويشن. يعني في ناس ممكن تكون عندها العلاقه عكسيه ولا تكون هذه هي العلاقه الصحيحه. المانديبل هو اللور، تمام. واحنا بنعرف هو الموبايل، والدليل انه انا هلا لو احكي لكم open your mouth او close your mouth فعليا ما سيتحرك، سيتحرك المانديبل، وسيبدا بدايه الروتيشن around the condyle. بتتذكر شو كان اسم هذا الجوينت؟ تي ام جي، temporo mandibular joint. بصير عندي slight rotation around the TMJ لما يكون في عندي slight opening، تمام. وبعدين شو بصير؟ اذا فتحت further راح يصير في عندي anterior displacement، تمام، لا الكوندايل. هل كلمة arch حكيت قبل شوي؟ قلت arch صح؟ قلت لكم upper arch أو maxillary arch. كلمة arch هي half the mouth، نص التم، ولكن هون بيكون نص كيف، يا maxilla يا mandible، طلع كيف شكلها زي الكيرف أو زي البو. فmandibular arch أو maxillary arch. quadrant، وهون مهم جدا هذا الكلام، طلعوا كوادرنت. اتفقنا اني لما اشوف اسنان بانفيرتد يو اسمبلي فهي ابر او ماكسيلاري، لما اشوفها زي شكل اليو فهي لور او مانديبولر. فشو بعمل انا؟ سمبلي بجيب هذا الهوريزونتال لاين، انا كل امبارح في وورد وايد اكسبتد، هذا الهوريزونتال لاين اسم، اي شيء above it فهو ابر او ماكسيلاري، واي شيء below it فهو لور او مانديبولر، تمام. وشو عملت كمان؟ روحت عملت هذا الخط الطولي اللي هو فعليا سم بالنص تماما، فصار اي شيء، حكينا على الجهات، اي شيء بهذه الناحيه هو رايت، واي شيء من هذه الناحيه لهذا اللاين هو ليفت، تمام. اذا صار عندي ارباع، صار عندي اربع ارباع، هذا الربع ما دامه فوق الخط هذا اذا هو أقل. وما دام في الناحية اليمين لهذا اللاين فهو upper، this is upper right quadrant، وهذا الكوادرنت لأنه above this horizontal line هو upper، وما إنه in this side لهذا ال vertical line فهو left، إذن this is the upper left quadrant. هذا الكوادرنت لأنه below the horizontal line فهو lower، ولأنه in this side فهو left، ف this is the lower left quadrant. وهذا السايد لأنه below this line في هذا السايد فهو lower right quadrant، تمام. يعني حتى هلا لما بدي اعمل بدي ارسم هذا الكروس، خلص فيش داعي ارسم الاسنان، انا صرت عارفه انه هذا الابر رايت وهذا الابر ليفت وهذا اللور ليفت وهذا اللور رايت كوادرنتس، تمام. وهذا الكلام جدا مهم، ليه؟ لأننا راح نستخدمه كمان في النوتيشن سيستم، تمام. لما نقول anterior، كلمة anterior يعني in front of، وهذه هذا المصطلح أخذناه إحنا في مقدمة التشريح. ولما نقول anterior teeth إذا أنا بحكي الأسنان from canine to canine، من الناب إلى الناب، يعني canine lateral central central lateral canine.
اذا البوستيرير يا everything posterior للكناي يعني premolars ومولرز. تمام، premolars ومولرز، premolars ومولرز، اذا anterior canine to canine والpremolars والمولرز هم posterior. Again هذه upper anterior، تمام، وهذه lower anterior، هذه upper right posterior segment، upper left posterior segment، lower right posterior segment، lower left posterior segment. كمان مرة رسمنا هذه two lines، هذا الكروس، وقلنا هذا الكوادرنت كام؟ which quadrant؟ شو كان هذا الكوادرنت اللي كان فوق الخط upper الملتصق؟ شو right بسميه أول إشي؟ upper right yes upper right. وهذا الكوادرنت upper left yes، وهذا lower left والثاني lower right. exactly. شكرا شكرا لك. تمام، ولاحظوا شو عملنا، هاي الأسنان ترتيبهم أنا صفتهم بنص تماما. تمام، هاي عندي هذه الأسنان هون. Okay. التوث سيرفيسز، خليني أطلع على هذه الصورة اللي عندي هون، المولر، هاي الصورة اللي مرسومة بدي أطلع عليها. طبعا هي المفروض إنه هي جسم كامل متكامل، فعندي هذا سيرفيس اللي هو الصفح اللي بناكل عليه، وعندي سيرفيس هون على جنب وسيرفيس على جنب، عنده معي السيرفيسز، وعندي السيرفيس اللي أنا بطلع عليه من ناحيتي، وعندي السيرفس مقابل هذا السيرفس من الناحية الثانية. تمام، وعندي هذه التب، هي فعليا تب ولكن احنا بنقول عنها الابيكال سيرفس. اذا كم سيرفس عندي صار؟ هاي واحد وهي اثنين وهي ثلاثة وهي أربعة الأوكلوزل وهي خمسة اللي عنها الناحية الثانية وهي ستة. إذا شو بنقول؟ التوث has 6 majority surfaces اللي عديناهم، وقلنا انه الابيكال سيرفيس هو فقط تب زي ما قلنا. فاول سيرفيس طلعوا على هذا السيرفيس، انا عمالي بطلع على الاسنان بهذه الابتسامه، وانا شايفه فعليا سطح، انا مش شايفه كل الاسنان. السطح اللي عمالي بشوفه هو باتجاه ايش؟ هو باتجاه الفيس، عشان هيك بسمي هذه الاسطح فيشيال، فيشيال سيرفيسز، فيشيال سيرفيسز، فيس فيشيال، لانها باتجاه الفيس. عشان نكون مور سبيسيفيك، الانتيريور تيث اللي قلنا هي تمتد from كناين تو كسبت كناين كسبت تو كسبت exactly canine ل canine او كسبت تو كسبت، هم اقرب لوش ستراكتشر للليب. اذا الفيشل سيرفيس الانتيريور تيث بقدر احكي عنه كمان labial surfaces، لكن البوستيريور تيث اللي كانت بريمولرز ومولرز هم towards الفيشل سيرفس، هو باتجاه ايش؟ باتجاه التشيكس. ولما بدي انسب شيء للتشيك بقول عنه بكل. اذا الفيشل سيرفس للبوستيريور تيث بقدر اسميه بكل سيرفس، والفيشل سيرفس للانتيريور تيث بسميه labial سيرفس. فهذه عندي صورة، وهذه الصورة ليست دقيقة لانه احنا متفقين انه from canine to canine هي anterior teeth، وحطها هون مع ايش؟ مع البوستيريور. اذا من الانتيريور، اذا كل هذه الاسطح الخارجيه اللي باتجاه الفيس لما كانت في الانتيريور تيث، انا اقرب للي سميناها labial. في البريمولرز والمولرز سميناها buccal surfaces. تمام، هلا في اللور arch او المانديبولار arch عندي هاي الاسنان، وانا تخيل انا عمالي بطلع من superior view، شو في عندي هون موجود؟ شو الستركتشر اللي موجود هون بين اسناني اللي تحت؟ تنج، لسان، اللسان صح؟ اذا كل السيرفيسز اللي موجوده من هذه الناحيه واللي بتقابل اللسان بسميها lingual surfaces لانها باتجاه اللسان. بينما في الماكسيلا هذا ايش اسمه هذا الاستراكشر؟
الحنك بالك yes بالك palate structure. إذا كل surfaces اللي موجودة هون toward the palate بسميها palatal structure. تمام؟ في اللور لينجل لأن جبت التانك وفي البلاتال. however في بعض الريفرنسز راح تلاقوا انهم كاتبين عن البلاتال سيرفيسز للابر كاتبين لينجوال. هذا ليس خطا لانه ببساطه واحنا مسكرين تمنا او مسكرين اسناننا فعليا our tongue بيكون behind these surfaces. تمام؟ بيكون behind these surfaces. عشان هيك اللي حكيت على upper teeth هذه اللي هو surfaces أو palatal surfaces it's fine. ولكن إحنا أنا I want you to be specific to use palatal. بس إذا قرأت lingual هذا ليس خطأ ولا إحنا مندرس خطأ. طيب خلصنا البكال أو خلصنا الفيشل اللي كانت إما بكال أو لين. خلصنا ال other surfaces اللي كان إما lingual أو palatal. هلا لسه احنا حكينا لسه في عندي ست اسطر قلنا واحد منهم هو التيب اوف ذا روت. طيب خلينا ناخذ كل سن ولناخذ هذا الفيرست بريمولر. تمام في عندي سطح جانبي هون وسطح جانبي هون. السطح الجانبي بسميه انتر بروكسيمال سيرفيس. السطح الجانبي بشكل عام بغض النظر اي واحد فيهم بسميه انتر بروكسيمال سيرفيس. لكن مش أنا عندي هون خط منتصف. تمام طلعوا هذا الخط الأزرق كيف ماشي. فأنا شو بعمل؟ بدي أشوف أي سيرفس منهم هدول أوكي هو أقرب للميد لاين. ولكن كيف وأنا ماشي مع هذا الأرش يعني هيك راح أعمل هيك لأوصل للميد لاين وراح أشوف هذا الثاني وطلعوا المسافة اللي راح يقطعها الثاني لايك ذس. إذا أنا اللي أقرب من هذه السيرفيسز وأنا ماشي مع الأرش للميد لاين كان هذا السيرفيس. إذا هذا السيرفيس بسميه ميزيال سيرفيس. السطح الجانبي الأقرب للميد لاين هو ميزيال والسطح الجانبي الأبعد الفيردر من الميد لاين بسميه ديستال. أوكي ديستال. وهذا الكلام لو بدي اخذ the adjacent tooth ايوه هذا البريمولر. تمام هاي صار عندي سيرفس وسيرفس. اذا هذا السطح وهذا السطح. هذا الاول هذا ايش بسميه ميزل ولا ديستال؟ ميزيال ميزيال 100%. وهذا ديجيتال طبعا احيانا اشوف انا شو عمالي بعمل بدل ما اكتب ديستا بكتب دي بدل ما اكتب ميزل بكتب ام لانه هذا الكلام already used. يعني الميزيال to the middle side surface closest to the midline charted as M. الديستال تمام وهو سايد سيرفيس يعني جانبي وهو ابعد بكتبه دي. تمام هلا فاضل لي سيرفيس واحد اللي هو انا باكل عليه. هذا السيرفيس في الانتيرير تيبنال كناين للكناين ما بيكون سطح بيكون خط او ايدج حفه بسميها انسايزال ايدج. انسايزال ايدج للانتيرير تيب. تمام و البوستيريورز اللي هم بريمولرز ومولرز تمام طلعوا سيرفس كامل. وهون سيرفس وهون بنسميها كلوزال سيرفس وهون بنسميها انسايزال ايدج. تمام كلوزال سيرفس انسايزال ايدج. اذا احنا صار عندي هذا السيرفس اللي باتجاه التشيكس شو سميته؟ هذا السيرفس اللي باتجاه التشيكس شو سميته؟ البكال بكال سيرفس. يس هذا اللي باتجاه البلد شو سميته؟ لينجوال. لينجوال او بلاتال. ماشي لينجوال لينجوال او بلاتال. طيب وهذا اللي كان اقرب للميد لاين شو سميته؟ ميزيال. اكزاكتلي. والابعد من الميد لاين شو سميته؟ ديستال.
ديستال، وهذا السيرفس كله اللي باكل عليه شو بسميه؟ انسزال اكلوزال. لكنه في الانتيريور كان شو سميته؟ انسايزال ايدج. هذه الصور اللي قدامنا تمام، هي مش مطلوب منا نحفظ مورفولوجي لانه احنا متفقين انه احنا المورفولوجي راح ناخذها في دنتال اناتومي 1 و2، لكن انا بطلب منكم انكم تعرفوا انه هذا الشيء بالعام لانسايزر سواء كان سنترال او لاترال انسايزر، وهذا الشكل العام للكناين كاسبيد اوكي، وهذا الشكل العام للكليمولر او باي كاسبيد. طبعا هاي كاسب وكاسب، بديش اكثر من هيك يعني، ما بدي ديتيلز اكثر في هذا الليفل تبعكم تمام. وهدول المولرز، وفي الفك العلوي المولرز بيكون لها 3 روتس، واحد كبير بلاتل وبكل، يعني بلاتل من ناحيه البلاتل وبكل لانها من ناحيه البكل، والبكل من عباره عن اما ميزيو بكل لان يعني اتجاه ميزيو سايد، واما ديستو بكل لانها ديستال وبكل تمام. طيب هذا اكسرسايز، إذا هذا السيرفس لينجوال، إذا هذا السيرفس إيش؟ بغض النظر عن التوث. إيش هذا السن؟ إذا هذا لينجوال، هذا شو بده يكون؟ المقابل إله شو هو؟ فيشل أو ليبيال. وإذا هذا ميزل، هذا شو بده يكون؟ ديجيتال ديجيتال. ديستال. ديستال. آخر شيء بدنا نحكي فيه هذه المحاضرة، وهو أول نوتيشن سيستم، وهو زيجموندي بالب سيستم تمام؟ زيجموندي بالمر سيستم، عشان أسهل عليكم الأمور جدا، خليني أطلع البن بدي أحذف بس، أوكي. شو عمل؟ تتذكروا الخط الهوريزونتال والفيرتيكال اللي عملناهم؟ تتذكروا هذا الكوادرنت شو كان؟ الأبر رايت يس أبر ليفت لور ليفت ولور رايت. كم من التولز عندي؟ كم بير من التولز عندي؟ اتنين تلاتين 32. طيب بير ارتش كم؟ كم permanent tooth عندي؟ ستاش per arch 16، per ستاش quadrant سكستين per quadrant ثمانية ثمانية. ممتاز. فشو عندي؟ هي ها quadrants، اجت قالت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واحد اثنين ثلاثة، واحد إذن بكل بساطة هذا ويتش توث؟ بدي أقرأه كالتالي، أول شيء بدي في الكوادرنت هو upper right central lateral canine is an upper right permanent canine. هذا إيش السن؟ upper molar upper which upper upper left limb upper left بيرمول سكند بريمولا سكند بريمولر. هذا السن lower right lateral incisor lower right permanent lateral incisor تمام. هلا البرايمريز شو بعمل؟ A سي دي و A B C D E نفس الشيء A B C D E
وإيه؟ بي سي دي. تمام؟ then this root is this tooth is through the sin. أي quadrant أنا هون؟ in the upper right. Upper right. Upper right. Primary. إيش هذا السن الثالث؟ canine. Central lateral canine. Upper right primary canine. This tooth is lower left. This primary lateral incisor. Exactly. هلا البوينت الثاني اني انا اذا بدي اكتب هذا اسم احد الاسنان ما في داعي ارسم كل هذا الكلام، شو بعمل؟ ببساطه باخذ الكوادرنت تبعه، يعني انا بدي اوصف وصفه، بدي ابعت وصفه وبدي اقول له يعمل فيلينج مثلا بالابر رايت فيرست مولر، فشو بعمل؟ طلعوا كوادرنت الابر رايت، شو اللي طلعته؟ هذا وهذا صح؟ فبروح بعمل هيك وين البرايمر البيرمننت فيرست مولر هيها، فبكتب هيك. تمام؟ هذا السن ايش؟ هذا السن ايش؟ lower left first lower left exactly. وهذا السن ايش؟ upper right central incisor primary primary ها central incisor. شكرا لكم. تمام؟ إذا هذا اللي إحنا حكينا إنه أنا في البالمر زيجموندي بالمر نوتيشن سيستم بستخدم هذه السيمبلز عشان أعرف أي كوادرنت أنا بستخدم الأرقام من 1 ل 8 وأنا في الأدلت تيث أو البيرمننت من A ل E ل primary وهذا هو نفس اللي يعني